ازاي بحرك كلب مشلول من مكان للتاني؟ اللي ما يعرفش ان انا عندي كلب عندها 4 شهور عندها مشكلة في رجليها الورانية وفي بطنها تقريبا مشلولة او حركتها قليلة جدا. مع العلاج والدواء انا بعمل حاجة عاملة زي العلاج الطبيعي كده، بس ان انا اساعدها فيها ان هي تحرك عضلات رجلها وعضلات بطنها، وفي نفس الوقت ان هي تروح تعمل حمام في المكان المخصص ليها، فانا بساعدها بالطريقة دي.